السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم معانا موضوع الاندثار الديبريسيشن. موضوع الاندثار صراحة موضوع جدا مهم، أنت لازم تفهم القيمة السوقية أو قيمة هذا الممتلك اللي أنت راح تبينه. فعندك عدة طرق إنه تبين طريقة الاندثار. أول شيء تعريفه صورة عامة هو التدهور، الديبريسيشن الحاصل في قيمة الممتلكات المادية نتيجة شنو؟ تقادمها في الزمن، وهو ما يعني الانخفاض في القيمة المالية للممتلكات بمرور الزمن. سبب شنو؟ من جراء الاستعمال أو تغيير الأسعار. تمام، يعني طبعا مو كل القيم المادية تتعرض إلى اندثار، لكن النسبة الأغلب والأكبر تتعرض إلى اندثار. ما هو الغرض من دراسة الاندثار؟ هاي بالمناسبة التعريف والغرض، يعني معلومات عامة مو مطلوبة من عندك الامتحان، يساعد في معرفة قيمة المشروع النقدي سنة بعد أخرى، المبالغ المتبقية من قيمته، إذا يعطيك إنه فد انتفيكيشن إيش قد تدفع تكاليف اندثار أنت راح تستخرجها خلال كذا مدة زمنية، وتعرف القيمة مالتها، تحدد نسب الربح اللي راح تحصله من هذا المشروع. فأول شيء هسه راح نجي ناخذ بعض المصطلحات اللي راح تفيدنا من هذا الموضوع. أول شيء تعريف القيمة الفاليو. بما أن الاندثار هو انخفاض في القيمة، عليه لابد معرفة شنو تعني كلمة قيمة الفاليو. احنا دائما نقول الاندثار هو قيمة الممتلكات المادية. شنو معناها؟ معناها هو السعر أو الثمن الحالي لكل الأرباح المستقبلية. تمام، يعني من خلال امتلاك الأفراد للبضائع والسلع المحددة. فيمثل لك الفاليو هو القيمة الحالية. لذلك التعريفة هذه احنا مثل ما نقول يسمونها التعريف بالصيغة التجارية. نجي هنا أول شيء ثمن السوق أو قيمة السوق الماركت فاليو، شيء نقصد بها هي صيغة تخمين كم سيدفع بالمستقبل للمشتري الراغب على الباع لسلعة معينة جديدة، حيث أن كلاهما يمتلك نفس المنفعة. تمام، عيني، هذا يسمونه الماركت فاليو، أكيد سامعين بها القيمة السوقية للبضاعة أيا كانت. اكو عندك القيمة الأصلية للممتلكات، هاي اكو فد قيم أصلية، يعني سعر شراء مثلا يسمون اوريجينال فاليو. تمام، عيني، اكو قيمة استعمالية يسموها اليوز فاليو، هاي شنو قيمتها؟ قيمة انه من راح تستخدم هذه الماكينة او هذه البناية او غيرها، ايش قد تكون قيمتها مع الوقت، فيمتلكها ويستعمل لأغراض التشغيل الخاصة مقارنة من تقارن انت فد ممتلكين ماديين مع بعض. تمام، عيني، فهاي راح تفيدك القيمه الاستعماليه. وعندك القيمه المناسبه او القيمه المرضيه الفاير فاليو، وكذلك القيمه الدفتريه، تعرف لازم نرمزها قيمه دفتريه يسمونها السي ان بوك فاليو، هي قيمه الممتلك كما تشاهده في سجلات الحسابات للشركه، وهي تعكس بالواقع التكاليف الاصليه للممتلك بعد استقطاع الدفوعات او النفقات الخاصه بالاندثار. تمام، عيني، وهي تقريبا اهم قيمه راح نشتغل عليها. عندك القيمة يسمونها قيمة إعادة البيع، قيمة الإنقاذ يسمون رمزها شنو؟ سي ال. وقيمة دفترية سي ان. نجي هنا شنو اسمها؟ الفاليج أو الريلايز فاليو، هي القيمة التي تستخدم حتى نعمل عملية كشف أو لثمن معين نتيجة بيع الممتلك المستعمل. هاي دائما قيمة إعادة البيع بعد ما تبيع هاي الممتلكات. قيمة اكو بعد قيمة الخاصة للممتلك اللي هي اسمها سكارب فاليو، ايضا هاي القيمه تخص الممتلك، وكانه انه تعامل الممتلك كتله ما لها وظيفه، مجرد سلعه، يعني ايا كانت هذه القيمه الماديه اللي انت تتعامل معها، تتعامل وياها سلعه، مو مثل تتعامل وياها انه هي لها وظيفه محدده، لا، بغض النظر عن الوظيفه انه هاي السلعه غير قابله للاستعمال مره ثانيه، ذلك منفعتها تكون بعد ما تنتهي مدتها مساويه الى الصفر. نجي على انواع الاندثار راح ناخذهم. عندك اندثار اعتيادي يسمونه، بالمناسبه ليش انواع القيم وهاي انواع قيمه النفاذيه، عددنا انواع الفاليو ايضا للاطلاع، مجرد تعرف لذن الرمزين السي ال شنو يعني لك والسي ان شنو يعني لك بيهن، وتعرف شنو يعني كل تعريف معين، هذا شنو يعني، شنو القيمه الدفتريه، شنو القيمه النفاذيه والقيمه المخصصه للمستهلك. نجي هنا انواع الاندثار مطلوبه من عندك. تمام، عيني، مطلوبات من عندك انواع الاندثار، يعني ما يجيك سؤال او فرع يطلب من عندك تعديل انواع الاندثار. عندك اندثار اعتيادي نورمال ديبريسيشن، وعندك هذا يتقسم الاندثار الاعتيادي الى فيزيائي وظيفي والاندثار بسبب النفاذ او التفريغ، الدبليشن الفاكشنال والفيزيكال.
اثنين الاندثار، الثلاثة الاندثار عائد إلى التغيرات الحاصلة في معدلات الأسعار، أو أما بسبب بيئة الأسعار أو بسبب الأخطار أو الحوادث المفاجئة. تمام عيني، هاي بصورة عامة. نجي على الاندثار المادي اللي هو أول نوع من أنواع الاندثار. هذا الاندثار ينتج عن تلف الممتلكات بسبب التآكل أو الصدأ نتيجة العوامل المحيطة، الظروف الجوية، الممتلكات نتيجة استخدامها. واندثار عندك وظيفي، هذا عجز الممتلكات عن أداء أعمالها من جراء تغير الطلب عليها. والهجر يقصد به لسببين، أما وجود آلة في السوق ذات مردود أكبر فهاي تنهجر الآلة القديمة، أو لم يعد مجال لعمل تلك الآلة، ماكو إلها عمل يعني. والدليل هسه تلاحظون الكثير من الآلات القديمة اندثرت حاليا بالوقت الحاضر، ظهرت آلات جديدة أو فد طرق جديدة تستخدم غنت عن الطرق القديمة، فاندثرت هذه الآلات فتسمى هذه الطريقة بالهجر أو عدم الكفاية من عندها، انه انا هاي الاله من استخدمها الانتاجيه مالتها قليله، فممكن اكو اله ثانيه تنطي انتاجيه اعلى فانا استخدم الاليه الاكبر، فهاي يسمونها عدم الكفايه. الاندثار بسبب تغير الاسعار، هاي بالمناسبه كلمه تعريف كذا هاي يعني مجرد معلومات عامه، مطلوب عندك فقط الورقه الاولى اللي هي هنا. تمام، ده فقط التعداد. تغير الاسعار هو تغير السعر مع الزمن. اذا تلاحظ انت يعني مرات هسه اضرب لكم ابسط مثال، انه سياره مثلا خلينا نقول موديل 2010 من تجي بال 2015 من نفس سعرها، وبال 2020 نفس سعرها، والان تلاحظ انه مع مرور الوقت اندثرت، بدات صار بها تغير بالاسعار، فهذا تغير السعر مع الزمن امر طبيعي جدا، وهو اكثر نسب الاندثار هو سبب تغير الاسعار، يعني استهلاكها غيرها، التغير يعني الزمن، هذا كله امر طبيعي يؤدي الى تغير قيمه هاي الممتلكات سواء كانت جديده او قديمه. نجي الاندثار بسبب الاخطار والحوادث المفاجئه، هاي ايضا تعرفها خسائر كبيره وسريعه اعتاد عليها، لذلك دائما احنا بدول العالم الكبيره يسوون فد عمليات تامين على اي ممتلكات معينه. والاندثار بالنفاذ او التفريغ، والاندثار او العمر الاقتصادي هذا تعريفه مهم، هو طول الفتره الزمنيه التي يستعمل فيها الممتلك وعلى اساس التنافس بالربح، وتهتم به كثيرا بالدراسات الاقتصاديه. ان شاء الله من راح ناخذ موضوع الدراسات الاقتصاديه او مقارنه الدراسات الاقتصاديه الالترناتيف اللي هي طرق البدائل، راح ان شاء الله نعرف موضوع العمر الاقتصادي للممتلكات. شلون نحسب طرق الاندثار؟ هذا هو موضوعنا الرئيسي والمهم والخاص محاضرتنا لهذا اليوم. اول طريقه يسموها طريقه الخط المستقيم، ستارت لاين ميثود. اكيد انا من اجيب لك سؤال على الاندثار راح احدد لك الطريق بالامتحان. تمام عيني، اختصارها من ستارت الاس ال ام، فيسمونها اس دوت ال دوت ام ستارت لاين ميثود. تفترض طريقه الخط المستقيم لحساب الاندثار بان الانخفاض في قيمة الممتلك شبي يتناسب بشكل مباشر مع عمر الممتلك، وتستعمل هذه الطريقة يعني بشكل أكبر. ليش؟ لأنها بسيطة لكن ما تطبق على كل الممتلكات. قانونها الرئيسي شو يقول؟ الدي اللي هو الاندثار يقصد به، سي ناقص سي ال على ال، هاي قوانينها. نجي هنا الدي ال هو الاندثار خلال مدة معينة من الزمن، هذا لسنة واحدة، فان في عدد السنوات، الاندثار لقيمة سنة واحدة في عدد السنوات. تمام عيني، نجي الاندثار في سنة واحدة بعدد السنوات، هذا الاندثار لسنة واحدة شلون ينحسب؟ سي ناقص سي ال على ال. نجي هنا السي ان اللي هي القيمة الدفترية، شو تساوي لنا؟ سي كابيتال ناقص دي ال، القيمة الرئيسية للممتلك ناقص قيمة الدي ال الاندثار خلال هذه السنوات اللي يحصل لها. الدي ال شو اقدر اعوض مكانه؟ هذا القانون. تمام عيني، فهاي قوانين هاي الطريقة. نجي هنا حيث ان هاي التعاريف مالتها، الدي هي الكلفه السنويه للاندثار يعني خلال سنه واحده، السي الكلفه الاصليه الاوليه اللي كنا شو نسميها اخذناها المحاضرات السابقه نسميها البي نوت، الال هو العمر الوظيفي للممتلك بالسنين، ايش قد هذا عمره الوظيفي؟ 50 سنه 60 30 40 10، وهاي قيمة الممتلك بعد ما تخلص خدمة هاي الممتلك. مثلا أنا هاي السيارة امتلكتها من 2000 إلى حاليا هسه 2020 أو 2024، إيش قد قيمتها الحالية الآن؟ خلينا نقول مثلا قيمتها فد كذا مبلغ معين، القيمة بنهاية عمرها الوظيفي، أنا إيش قد أريد أقدم عمرها؟ أقول هاي صالح للاستخدام 20 سنة، نهاية هاي ال 20 سنة إيش قد تصبح قيمتها؟ صفير؟ قيمتها ألف، 2000، 3000، تمام عيني؟ هاي قيمة الإنقاض، يعني قيمة نهاية حياتها.
الدي ان هو قيمة الاندثار حتى العمر ان اللي هو جاي من قيمة سنة واحدة في عدد السنوات. السي ان هو قيمة الممتلك في نهاية ان من السنين اللي هو طلع ان تمنية من الدي ان. تمام عيني؟ راح نطبق هذا المثال. تم شراء ممتلك مبلغه هو هذا قيمة المبلغ الأصلي اللي هو شو يمثل لك؟ يمثل لك السي. وقد قدرت فترة الاستعمال ايش قد ال L 10 سنوات ولها قيمة انقاض، يعني شنو قيمة ال CL بعد انقضاء هذه المدة؟ مقدارها 20 دولار. نمبر 1 مقدار قسط الاندثار السنوي، يعني يريد الدي سمول. بعدين الاندثار الكلي يعني دي دوت N حتى السنة، انتبه يا سنة السادسة. فإذا ال N ايش قد عندك ال N هسه صارت ال N هاي دي ان مو خلال ان من السنين، الان ايش قد مقدارها صار 6 سنوات، هاي هنا انا متعود تاخذها 6 سنوات. بعدها القيمه الدفتريه يعني يا هي يعني السي او في نهايه السنه السادسه، هاي قيمه القيمه الدفتريه اللي هي عفوا السي ان، شلون تطلعها من هذا القانون؟ السي ان يساوي لنا السي ناقص القيمه الرئيسيه ناقص هذا القيمه دي ان عدد من السنوات. السي عندك اللي هي قيمه المبلغ الاصلي ناقص اللي مقدار الاندثار خلال هذه السنوات. تمام عيني؟ على فرض انه الاي انترست تاخذها مقدارها 3، تطبيق مباشر جدا مثل الخطوات اللي بلغتكم اياها، وهذا هوم وورك ايضا تحسب لي اياه. الكلفه الاوليه هذا مقداره، تم شراء مصنع مبلغ هاي الكلفه الاوليه، وقد تم نصبه بكلفه هالقد. تمام عيني؟ في الكلفه الاوليه ايش قد مقدارها؟ ايش تجمع؟ هذا زائد هذا، مبلغ المصنع زائد مبلغ الكلفه. يصبح جاهز للعمل. ان العمر المتوقع للمصنع ايش قد مقداره الان؟ 30 سنه. بقيمه انقاض السي ال ايش قد مقدارها؟ 10% من قيمه الشراء. قيمه الشراء وين هي؟ هاي قيمه الشراء مو كلفه الصيانه، هاي قيمه الشراء. فتضرب 10% في هذه القيمه طلعت قيمه السي ال. استخدم طريقه الستارت لاين ميثود لحساب الكلفه الاوليه، هاي قيمه الانقاض، قيمه القسط السنوي يعني عندي سمول، والقيمة الدفترية يعني السي ان. مباشرة تطبيق سهل جدا. الطريقة الثانية يسموها طريقة النسبة الثابتة او طريقة معادلة ماثيسون او طريقة موازنة خط الانخفاض. احنا دائما ناخذها بالطريقة بالاسم النسم الاول. تمام عيني؟ من هو سميت على اسم العالم اللي مكتشفها طريقة النسبة الثابتة. هاي طريقة النسبة الثابتة شنو فرقها عن الطريقة الاولى؟ تاخذ كلفة قيمة الكلفة السنوية للاندثار، تاخذها على اعتبار هي ثابتة لقيمة الانقاذ. تمام عيني؟ لذلك هو شو يحسبون؟ عمر الممتلك يرمز لها اذا تنتبه الى نسبة قيمة الدفترية في بداية تلك السنة هي نسبة ثابتة خلال عمر الممتلك. تمام؟ القيمة الدفترية يعتبرها نسبة ثابتة ويرمز لها بالرمز كي. الكي شو يمثل لك؟ المعدل النظري للاندثار. هنا انا بهاي طريقة النسبة الثابتة، الدي شلون احسبه خلال سنة واحدة؟ حتى افرق عن ذاك الدي ايش سميته؟ سميته دي 1. تاخذ السي نوت في الكي. الدي ان خلال عمر من السنوات، سي ان ناقص 1 في الكي، الاندثار خلال ان من السنين. السي ال اللي هو قيمة الانقاض، سي في 1 ناقص كي اس ال. والسي ان تطلعها هو عبارة عن سي في 1 ناقص كي اس ان وليس ال. الال هاي القيمة عمر المنتج بالكامل. فتعويض مباشر وطلعت قيمة الكي من هذه المعادلة، نقدر نجد قيمة الكي يساوي لنا 1 ناقص تحت الجذر للال سي ال على سي. نفس المثال السابق اذا تريد تحله، انت عندك سي ال معطيتك اياها بالعنوان والطين معطيتك اياها بالعنوان، تقدر تطلع لي الكي لو لا؟ واكيد معطيتك عمر المستهلك الكامل مو خلال كأن السنين، لا العمر الكامل، اطلع قيمة الكي. تمام عيني؟ فإذا أردت تحسب بعد ما طلعت قيمة الكي راح تطبق بسهولة كل القيم. الدي 1 السي نوت اللي هو العمر الشراء الأول في الكي، الكي عندك. الدي 2 يعتمد أيضا على طريقة الكي مباشرة، بس السي 1 شو يمثل لك؟ يمثل لك القيمة الأصلية ناقص قيمة الدي 1. تمام عيني؟ مثل هاي أنا ما وضحت لك إياها هنا، أتوقع هذا موجود. السي ان ناقص 1 في الكي، منين جاك السي ان ناقص 1؟ يعني السي نوت ناقص الدي، يعني هو نفس السي نوت ناقص ناقص شنو؟ ناقص دي 1، وهكذا للبقيه. تمام عيني؟ فهذا يمثل لك قيمه الدي 2 هو عباره عن سي 1. السي 1 منين يجي؟ من سي نوت ناقص دي 1. تمام عيني؟ في الكي، هاي سي نوت ناقص سي 1 في الكي. هاي هنا انا مطبقه دي 3، لو طالبه دي 3 شو يمثل لك؟ سي 2 في الكي. السي 2 منين جاي؟ جاي من قيمه السي 1، السي نوت نفسها، السي نوت نفسها، لكن ناقص شنو شنو؟ ناقص دي 1 ناقص دي 2، يعني اطرح الاثنين من عندها. تمام عين؟ لو طالبه دي 4
راح تقول السي نوت اللي مقداره 120 بالسؤال ناقص دي 1 ناقص دي 2 ناقص دي 3 وهكذا. والسي 6 غيرها طلع قيمه الدي المطلوبه. السي ان المطلوبه النسبه الثابته هسه سي في اللي هي سي نوت نفسها 1 ناقص كي اس ان، هو دا اقول لك حد السنه السادسه عندك القيمه تطلعها بشكل مباشر. تمام عيني؟ ايضا تطبيقه مجرد ايجاد قيمه الكي. طريقه جمع الارقام السنويه نسميها احنا الطريقه العدديه. هاي الطريقة شلون أني أحل بيها؟ لازم نجي على القيمة اللي بعدها، طريقة جمع الأرقام السنوية، تمام عيني؟ هاي الطريقة الثالثة. هاي طريقة نستخرج أقساط الاندثار وقيمة في أي سنة خلال فترة عمر الممتلك، تمام عيني؟ ابتداء من عمر الوظيفي، دائما ناخذ الأرقام مال السنوات بشكل معكوس، يعني شلون مثلا شوف لاحظ هنا عندك السنة 1 2 3 4 5 شو تسوي السنوات؟ تعكس عدد السنوات بنظام معكوس، تبدا من 5 5 4 3 2 1 تمام عيني؟ مجموعهم ذن ايش قد؟ 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 ايش قد مجموعهم؟ مجموعهم 15. تجي معامل الاندثار شلون تطلعه؟ كل رقم المعكوس تقسمه على عدد الكلي، 5 على 15 4 على 15 3 على 15 وهكذا. القوانين مال هاي الطريقه اول شيء دي ان تطلعها سي ناقص سي ال في 2 ال القيمه السنويه او العمريه للممتلك ناقص ان زائد 1 على ال ال زائد 1، هذا معامل الاندثار مال هاي الطريقه لطريقه احنا نسميها جمع الارقام السنويه. تمام يعني كل طريقه من تكتبها لازم تكتب ورقه القوانين، من تكتبها اكتب اسمها باللغه الانجليزيه والمختصر مالتها لان راح تجيك الاسئله باللغه الانجليزيه فلازم تعرف هاي الامور. كذلك شوف نفس المثال السابق، عندك عدد من السنوات كانت 10 سنوات عمر الممتلك، ايش قد كان 10 سنوات؟ معكوس هي 10 9 8 7 6 5 الى 1، طلع المجموع هنا الكلي طلع لك 55 سنه، معامل الاندثار لكل وحده تطلع كل رقم على المعامل الكلي 10 على 55 9 على 55 8 وهكذا. احنا كان السؤال الاول عنده يا سنه انا اجتها؟ عند السنه السادسه، فعند السنه السادسه وتوقف، يعني تقدر ذن تحسبهن 5 على 55 معامل الاندثار في قيمه السنه السادسه، هذا اللي يهمني انا راح اشتغل عليه، انه هو طالب من عندي بالسؤال ذاك الاول اللي حليت عليه كل الطرق طالب عند السنه السادسه. نجي هنا دي 6 شو يساوي لنا القانون مالته؟ سي ناقص سي ال في 2 ال ناقص 1 تطبيق بالكامل. السي يقصد بي السي نوت 120 ناقص سي ال قيمة الاندثار بعد مرور كذا وقت عليها، هي هاي القيمة موجودة عندك هسه نطلعها موجودة اصلا بالسؤال، في 2 10 ناقص قيمة الان 6 زائد 1 على 10 10 زائد 1، تمام عيني؟ هاي لاحظ هاي القيمة ايش قد مقدارها؟ تحسبها من هذا المقدار تقدر تطلع قيمتها. بعد ما طلعت الدي 6 تقدر تطلع السي 6 ايش قد مقدارها؟ سي ناقص تطبيق مباشر، تخلي القوانين وتطبق بشكل مباشر، تمام عيني؟ هسه نجي هنا ايش قد كانت قيمه هذا السؤال اللي اقصد لكم عليه التطبيق عليه للكل. اول سؤال هذا السؤال 120 هاي المقدار ولها قيمه انقاض سنويه، هاي قيمه السي ال، تمام عيني؟ وايش قد مقدارها؟ 20. فهذا السؤال طبقنا عليه كل الطرق، هاي كل الطرق طبقناها عليه، فهذا سي ناقص سي ال قيمة السي ال 20 معطاة بالسؤال، السي ناقص موجات بالسؤال، كله تطبيق كامل. نجي هنا قيمة معامل الاندثار بمن تحتاجه؟ تحتاجه هنا، تمام عيني؟ 1 على 11 تحتاجها هنا، لاحظ ان الناتج يساوي لنا هاي معامل الاندثار قيمته. هسه تقدر انت تاخذها مباشرة من هنا القيمة، يعني شوف هاي القيمة مباشرة، هاي القيمة في السنة السادسة، لاحظ هاي التطبيق من هنا، هذا لاحظ هاي القيمة ككل، تقدر تاخذها مباشرة من هنا، 5 على 55 ايش قد يطلع؟ 1 على 11، ومكان ما تكتب هاي القيمة ككل تقدر تكتب 1 على 11 او تقدر تحسبها عن طريق هذا القانون، تمام عيني تحسب. الطريقة الأخيرة احنا هاي ما عليها أسئلة صراحة ما راح أعطيكم إياها، لأن أصلاً اكو برامج أو برمجيات تحلها يسموها طريقة رأس المال الهابط، تمام عيني؟ وأيضاً بالمناسبة هي تطبيقها مباشر قوانينها ما بيها شيء، طريقة حساب الاندثار السنوي والاندثار لكذا وقت، وتقدر أيضاً تحسب الكلفة السنوية أو مقدار قيمتها المالية بعد مرور كذا وقت حسب الوقت، مو النهائي، لا خلال مثلاً هو عمرها 20 سنة، أنا أريد خلال عمر بعد 9 سنوات ايش قد؟ هذه الفترة الوسطية تقدر ايضا تحسبها لها، لكن هاي فقط تعرفوها يعني معلومات عامة مثل ما نقول، في المطلوب منكم بطريقة الاندثار ثلاث طرق مطلوبة للحل مع جداولها مع قوانينها
وضحتها لكم هنا إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون معنا، نلتقي بكم على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.